قاعدين مسكروا في البوابه بدون ولا سبب ولا بدون ولا اي حاجه. معنا ناس على المستشفيات. انا شادي المشني احد ساقين المركبات العموميه على خط الشيوخ. بتم اغلاق البوابه يوميا من الساعه 3 للساعه 7 بدون اي سبب وبدون ولا اي حاجه من مره نهائيا. يعني شيء بأثر علينا وعلى الركاب، بيتغلب الركاب، في معنا ناس مرضى كمان يعني بتغلبوا كثير. اذا نلف على النبي يونس بدنا اقل شيء ساعه ساعه ونص على الالتفافي. عناني جعبري من بيت عنون. والله بأثر كل شيء، يعني طلع أزمة، طلع المواطنين بيوصلوا يعني بلفوا الدنيا وبتأزم عليهم، يعني فاهم كيف؟ أنت شايف بسكروها كل يوم، صاروا من الساعة 3 للساعة 7. الهدف للمستوطنين يعني مش للعرب، يعني عشان الأزمة مش أزمة، بدهم يسلكوا للمستوطنين أبدا من العرب. يعني انت شايف طالع كيف العرب هيو بلفوا، بدنا بلفوا على الحول راس الجوره وبتاخذ 3-4 ساعات. يعني الحين لازم نفتح البوابة، بزبط شيء كذا مسكرينها، يعني طلع الأزمات والجخ هاي اللي بتصير بدنا نمرق برضه، يعني وكل واحد معاه، افرض في حالة طارئة، يعني افرض في حالة طارئة بدنا نمرق، يعني ما يفتحوا لناش إياها، بزبطش هذا الحكي يا عمي. احنا دائما الشعب الفلسطيني بيتعرض للمضايقات دائما باستمرار، والاحتلال دائما ذريعته انه بده يحمي المستوطنين، والذريعة الثانية انه بده ينظم الشارع الالتفافي، مع انه فتح شارع جديد بس للأسف الشديد يعني دائما المضايقات على المواطن الفلسطيني بشكل مستمر، ودائما مستبدين للمواطن الفلسطيني وللشعب الفلسطيني بشكل عام. كل يوم هيك لا عديت هدول، شو كل يوم تجننونا بسيك.